السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه vu.city. الموقع ده جميل جدا، فيك ان انت تحط المعلومات الخاصة بمدينة كاملة وتختبر الديزاين بتاعك، وتقدر تقيس الارتفاعات وتغير الارتفاعات وتشوف الاماكن اللي الرؤية اللي هو هيشوفها. حاجات كتيرة جدا بتعملها من خلال الموقع الجميل دوت. تمام، ها اقول له اسكيب. بيقول لك ان هو مفيد للاركتكتشر، يقدروا انهم يعملوا دراسة كل حاجة خاصة بيهم، البلانر، الديفلوبر، لوكال اثوريث. تعال نشوف الفيديو سريعا. هو اولا الرندر بتاعه عالي، ده انا بدرس تايم لاين، ممكن في تطورات حصلت في المدينه فبتبدا تشوفها. تقدر تبني مثلا مبنى هيتعمل، التأثير الحاجة اللي انت تبنيها دي على عليه نفسه وعلى المباني اللي حواليه. هل المبنى دوت انهي ادوار فيها مثلا اللي هتشوف؟ ممكن يكون عندك قريب منه اهرامات او البحر او فتبدأ تشوف الاماكن دي، هتشوف الحاجات دي ولا لا، لان ده طبعا هيعلي السعر بتاعها. دراسة للحرارة والمناخ في المنطقة، فده يساعد طبعا الناس اللي بتصمم مدن أو مباني كبيرة على دراسة المشروع قبل ما نبدأ. وفي مدن كتيرة أصلا موجودة، يعني لندن مثلا من ضمن الحاجات، ليفربول، أوكسفورد، كل المدن دي موجودة تقدر أنت تشوفها. خلينا نفتح الانستجرام عنده اهوت، حطوا بعض الصور والفيديوهات اللي بتوضح المشروع ممكن يتعمل ازاي. اهوت الشجر، اهوت هما بيقولوا انهم زرعوا 50 شجر. بيقول لك ابعت دعوة للبروجكت تيم. طيب نرجع تاني على الموقع، ممكن تبدأ فري ترايل. قاصر وكشف من الدول المفتوحة، ولكن أنا قدرت إن أنا أتواصل مع صاحب الموقع نفسه على التليفون الشخصي بتاعه، وراح قال لي خلاص يا عم هعمل لك استثناء، وفتح لي فعلا الحساب. هوريه لكم دلوقتي. دي التايم لاين اهوت عشان تشوف ايه المباني اللي كانت موجوده زمان والمباني اللي اتعملت دلوقتي. يا ريت نعمل حاجه زي كده مثلا للمدن العربيه زي القاهره، فالناس تتخيل شكل الاعمار حصل ازاي. تقدر تعمل كرييت او تقدر تعمل امبورت، هو بيستقبل من حاجات كتير جدا. انا شايف ان التولز سهله ما فيهاش اي حاجه فيها صعوبه. طيب تعالى نعمل لوج ان، ده الحساب بتاعي. تمام، ده مثلا مشروع، هو بيقول شوف المشاريع اللي اتعملت من خلالك او من خلال الاذر. اقول له لسه مفتوحه قريبه، ممكن يكون عندي مشاريع كتيره. طبعا النسخة دي مجانية فعشان كده مفيهاش إمكانيات كتيرة. اهوت بتقول له افتح لي الماب لانش 3D. تمام،
بيقول لي انت لازم تعمل ابجريد. هي المشكله ان انا مش دافع فلوس. تمام، لسه هنشوف موضوع ان احنا ندفع فلوس دي. انت عايز تضيف اصدقاء، بتقول له اد نيو ممبر، طبعا مفتوح ان انت تبعت للناس كلها. تمام، لان هو بيستفاد ان هو بيعمل دعايه لنفسه يعني. تمام، ده محتاج يعمل ابجريد يعني ندفع فلوس عشان ايه اقدر ان انا. طيب تعالى نشوف الحاجات بكام. اهوت لو انت عايز تكتب بقى المعلومات بتاعتك، هو هيحاول ان هو يتواصل معاك ان شاء الله ويقول لك لا صح. في طبعا ليهم حاجات تانية خاصة بالسايت سولف والموديلنج والسايت لايسنس. دي بعض المدن اللي موجودة. ده صور. يقول لك انت لو مش لاقي المنطقة بتاعتك اطلب ويعني نفتح لك ان انت بقى تعمل في المدينة اللي انت عايزها، بس طبعا ايه بفلوس. عندنا بيرسونال درايف، وممكن تعمل سبميت لايديا لو عندك اي فكرة يسرقوها يعني، بعتها تبعتها لهم على طول ان شاء الله. بس هو الموقع لسه بنحاول ان احنا ناخد نسخة تجريبية منهم بحيث ان احنا نبدأ نطبق عليه ونشتغل ان شاء الله.